بتنا، مراد بتنا، مراد بتنا، ولد يا غلام يا مراد، الله، هي دي الاهداف ولا بلاش؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب، يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب، هدف روعه، هدف عالمي، ممتازه ممتازه من مراد بتنا، حاططها صعبه جدا في مرمى الاخطبوط، هدف في مرمى حارس اخر ممكن يبقى فيه كلام، لكن في مرمى خالد عيسى اذا قيمه وروعه الهدف، هدف اول جميل بالنسبه لمراد بتنا، كره ثابته خطيره خطيره، وادي الهدف الاول لفريق الامارات، الماتش هيحلو، بص هو اللي جاب الكوره، لقطه معبره جدا، في الدقيقه 20 هو اللي شال الكوره من الدفاع، الا والمخرج يعيدها، الا والمخرج يربط معايا ويجيبها، لما شال الكوره من الدفاع وراح عمل الهجوم، وهو اللي تسبب في الكره الثابته، وهو اللي سجل الكره الثابته، والله مراد بتنا ده فريد شوقي المغرب يا ولد، ممتازه 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 ممتازه، حاططها في مكان بتزغرط في مرمى ويسار خالد عيسى.